لما انت بتحب تزرع شجرة قدام البيت عندك، بتكون الشجرة عبارة عن فرع طري خالص. لو انت سبت الشجرة دي لحالها كده تطلع على كيفها، يعني هتبص لها طالعة كده مميلة. كلنا بنعمل ايه؟ كلنا بنجيب حبل نربطه في الشجرة ونشد الشجرة عشان تطلع مستقيمة، ونربطه في البتاع ده في وتد. وساعات علشان الولاد ما يكسروهاش والكلام ده، تلاقي واحد عامل تحويطة حديد حوالين الشجرة وبرضه رابطها، برضه شدتها من هنا وشدتها من هنا. ليه؟ لأن هي وهي غصن من الممكن أنك أنت تقومه، تشده، تعدله. لكن أنا لو سبت الشجرة دي تطلع كده بقت تخن كده وحبيت أعدلها، ما أعرفش أجيبها. هذا الأشجار إذا لم تتابع في نموها كبرت متوحشة، حيثما شاء الغصن أن يذهب ذهب، فتجد منظرا كان يراد أن يكون جميلا فإذا هو قبيح. ولكن لو رعيت وحيثما رؤي النشاز قص وهذب، كيف ينمو ذلك؟ هذه بالضبط هي طبيعة النفس. لا يمكنك أن تجيء لإنسان صار ابن 20 و30 و40 وربنا هذا جف العود صلوب، لا، ولكن أين كنت غائبا لما كان في زمن التشكيل والتهيئ؟ أين كنت؟ يأتي لي كثير من النساء والرجال يشكون ما يلقون من أبنائهم من انصراف عن الصلاة، وتقول أنا آمره وأنا أقول تأمرينه كم عنده الآن هذا الولد، ويقول الرجل هذا كم عنده هذا الابن الذي لا يريد أن يصلي، يقول 20 سنة. أقول أنت عندك تأخير 13 سنة. أين كنت؟ في غيبوبة؟ أنت فين كنت؟ في العناية المركزة؟ في مستشفى؟ موت كلينيكي؟ أين كنت؟ أنا شهدت بعيني الطفل الصغير يذهب بأبوه للمسجد فيتبعه ابنه فيقول اذهب ارجع إلى البيت، اذهب ارجع إلى أمك. طيب هو ما كث عند أمه، ثم لما صار 20 وصرت تراوغه وتراوده ليصلي، قال لك أنا ما أريد أذهب المسجد وأنا أجلستني مع أمي أبقى مع أمي. تربية النفس هذه تتجلى في أشياء كثيرة، تتجلى في عبادة الأولاد. يعني عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة وهم أبناء 7، ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني تأمره بالصلاة وتأمره بما لا تصح الصلاة إلا به وهو الطهارة، وتأمره بشرط الصلاة وهو ستر العورة وهو اللباس، وتراعي وقت الصلاة عندما يكون الصبح في وقت نوم توقظه لصلاة الصبح، لا تتركه نائما فتوقظه للمدرسة. تدري ماذا يصنع فعلك هذا عندما تصنعه؟ يصنع أنه يرى هذا الطفل أن المدرسة عند أبي وعند أمي أولى من الصلاة، لأنه لا يوقظني للصلاة ويتركني أنام، ولكن جاء وقت المدرسة يوقظني وإن بكيت وقلت أنا محتاج إلى النوم، يقول لا بد أن تقوم. وبعد ذلك تأسف وتتعجب وتستغرب أن ابنك هذا يفعل ما يفعل ويقول ما يقول. العرب يقولون في أمثالهم الصيف ضيعت اللبن، هذا وإن كان يجيء على يعني للمخاطبة الصيف ضيعتي، لكنه يقال لكل إنسان ضيع ثم جاءك بعد أن ضيع يريد دواء. أنا ما عندي يعني عقاقير، ما عندي أقراص أعطيكها أو أعطيكها أعطيها ابنك، لا، هذه تربية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بأبنائكن منكن. لا يتصور أنك تكون أرحم به من ربه الذي خلقه ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث إليه. يقول شوقي مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يأمرك أن تصنع بابنك هذا الذي تصنع فاصنعه، تحمد عاقبته. ما أحوجك إلى ابن صالح وابنة صالحة عندما تغيب في الثرى يدعو لك؟ أتظن تدليلك إياه ومسارعتك في رغباته وتضييعك هذا الذي أنت مسؤول عنه أمام ربك
أليس تقرأون ألستن تقرأنا قول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ فأين وقاية النار؟ والطفل ينشأ بين ظهران المسلمين وآباؤه مسلمون وأجداده مسلمون ولا يدري كيف يرقع صلاة. عندما يأتيني إنسان أستاذ الرياضيات يراجع لي ناس في 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 في, في لأبنائهم الرياضيات يقول أردت أصلي في البيت كله لا توجد سجادة، في البيت كله لا توجد سجادة، ما الذي ينتظر؟ ما الذي ينتظر؟